صباح الخير بلاكمي. اليوم هو الجمعة 30 أغسطس. أنا حنين وهذه نشرتي الخاصة بكم بلايز. الجمعة كان في الجحيم الجيم داي. اليوم هو فستويس كريك. الليلة بما نلعب مع المباراة التفحيقية على الظن في السابعة مساء. الزي هو حفلة الشاطئ. توفى الآن ذكر وقوف السيارات للبيع في أثناء فترة الغداء. دانتي سناك شاك يجري على الوقوف والتقاط نموذج تصريح ووقوف السيارات بمجري أثناء من ذلك. أحضر النموذج $10 لشراء تصريح ووقوف السيارات الخاصة بك. سيكون هناك اجتماع اهتمام النادي الدولي يوم اليوم غرفة السيدة بيريز D19 30 أغسطس في الدولي الجلسة العامية في بيتش. ستعد نادي غرفة السيدة بيريز في 9 سبتمبر من D19 الساعة 3:40 إلى الساعة 4:10 دقائق لانضمام الأعضاء الجديدين. دعوة جميع BSU يعود الطلاب السود الطلاب المهتمين بالجراء جديد ومثير يجري الانضمام لنا في سبتمبر 3 الساعة 3:40 بتوقيت BSU. المعرفة المزيد على الجمعة E13. AB يجب على الطلاب غير المشاركين في البرنامج والذين يرغبون في أن يكون جزء من الإعلانات في الاستوديو. يبدي هذا كوتش سان رواية وسوف تحتاج إلى أوسيل أسبوعية بالتصوير خلال وتجهيزات إلى الزلزول سيل حصول عليه. هذا الأسبوع هو الأسبوع النادي في الغداء. سيكون هناك العديد من الناديات في القاعة المستديرة مع المعلومات اللي يمكن تقديمها تتحقق من المجموعة عن المختلفات والشراكة. يجب على الطلاب المهتمين بانضمام إلى جلس غرفة السيد بريد G1. الطلاب التوقف عندهم التقاء حزمة الاختبارات من الطاولة الموجودة في الروتاندا. يجب مجلس الطلاب حاليا على الضبط بالصف ومثلين الطلاب الجديدين لجد الصفوف من السيد بريد. المقرر أن تعود الحزم. أوكي. يجب على الطلاب المهتمين بالانضمام إلى المجلس غرفة السيد بريد G1. الطلاب التوقفين عندهم التقاء حزمة الاختبارات من الطاولة الموجودين في الروتاندا. يبحث مجلس الطلاب حاليا عن الضبط الصف مثلثين الطلاب الجدد الجميعين المصرفين من السيد بريد. مقرر أن تعد أحزم الطلاب إلى السيد بحلو يوم الجمعة 6 سبتمبر إذا لن تنتظر البداء العملية. ميديا كاست الإعلانات موجودة على الشاشة والروتاندا. إصالة الألعاب في الرياضيات يمكن العثر على الإعلانات أيضا في على قناتنا على Play Studio BSBN YouTube. أنا اسمي حنين وأتمنى لكم يوم سعيد. Go Blaze. Like they crackin' cards. Juno for a fact, I keep it real.